يقول لي حكموا علي ب 2000 درهم. اخر قضيه كاينه في كادير واحد عام هذا 14 مليون. صديق اخر زميل ديالنا في اكادير 23 مليون في الدار البيضاء. ولم يشير للمشتكي باي صفه كانت. وهذا عندنا غرفه في المحكمه ديال عين شق متخصصه في قضايا ديال الصحراء. جميع القضايا انا يمكن متتبين وكذا، جميع القضايا اللي كتكون القضاء لا تستجيب للمعايير ديال الشكليه ديال الدعوه. لكن اجال كاين الى غير ذلك من القضايا، هذا يمكن انه دعوه للجميع ومساهمه من الزميل والاستاذ بعيد اهمل اطاره قضايا تتعلق به. ضرورة مراجعة كل ما يتعلق بالإعلام، لا يمكن أن نتحدث على تجويد إعلامي، أن نتحدث على إعلام مؤطر، إعلام يخلق رأيا عاما مساهما في النقاش العمومي. كتاب قوانين الإعلام المغربي من مدونة الصحافة والنشر الأخلاقية المهنة وكتاب يرصد كل هذه القوانين المتعلقة بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث، قانون الصحافة والنشر وأيضا نظام الأساسي الصحفي المهني، إضافة إلى مرورا بكل القوانين المنظمة إلى قرار احترام أو احترام أخلاقيات المهنة. طبعا هذا الجانب المتعلق بالرصد التوثيقي تطلب تقريبا سنتين ونصف من الاشتغال. صدرت هذا الكتاب الذي يقع في حوالي 260 صفحة بتوطئة تقع في ما يقارب 40 صفحة في مسار هذه التغييرات التي حدثت في قوانين الصحافة بالمغرب من 1958 إلى 2016 التي صدرت فيها مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث. نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا للباحث، مرجعا للطالب، مرجعا للأكاديمي، مرجعا للأستاذ، مرجعا للحقوقي، مرجعا للقاضي، مرجعا للمحامي، وسيتم إغناؤه لاحقا بمجموعة من القضايا خاصة قضايا الصحافة والنشر من خلال التراكم الذي حصل من بعد 2016 إلى يومنا هذا، لأننا ما زلنا في بداية تطبيق مدونة الصحافة والنشر. نأمل أيضا أن يكون إسهاما في دراسات مستقبلية إن شاء الله، لأن هذا جزء أول من سلسلة قوانين الإعلام بالمغرب التي ستتلوها أجزاء أخرى متعلقة بقطاع السمع البصري وغيرها من القوانين المتصلة أو المنظمة لمجال الإعلام بالمغرب. من أين أبدأ هذا الكتاب؟ وماذا سأضم في ثنايا هذا الكتاب؟ وما الذي سيفيد الممارس والباحث والقاضي والمحامي والحقوقي في هذا الكتاب؟ وأنا لا أشكل إلا جزءا في مدينة الهامش وفي مغرب الهامش أمام قامات إعلامية في المغرب تكتب وفي العالم العربي تكتب وفي الشرق وفي الغرب. وما الذي سيشكل هذا الكتاب؟ أنا كنت قطع هذا السؤال وبدأ يدور في راسي منذ 3 سنوات، وكنقول خصو يجيب شي حاجة جديدة، وخصو يكون واحد التراكم اللي يكون نوعي على الأقل في هذا الإصدار، وبالتالي هذا العمل تطلب إنجازه 3 سنوات، طبعا لم تكن مسترسلة ولكن كانت متقطعة. لأن كانت وقفات وكانت بين قوسين إخفاقات، وبعض المرات كتكون ما عندكش، لأن الكتابة ليست لا تكون تحت الطلب، ولكن كتجي اللحظة التي تكتب فيها واللحظة التي تبحث فيها، وقد يتطلب البحث عن معلومات بسيطة جدا واحد الوقت ديال 4 أشهر أو 5 أشهر. أنا أعطيكم مثالا فقط وقفت على في الكتاب، وهذا ضممته في الكتاب ولأول مرة أعرف بأنه منذ 1958 حتى 2016 المدونة قانون الصحافة والنشر تعرض لست تعديلات، والقانون اللي تبدل في المغرب 6 مرات، وهذا يحيل على الخلفيات السياسية والحقوقية وكذا وكذا وكذا، كل مرة يعني الروبينيت تتزير من واحد الجهه. استاذ الحسين بكر السباعي، محام وباحث في الاعلام والهجره وحق الانسان، كان المشرف دعوتنا لقراءه
في كتاب قوانين الإعلام بالمغرب من مدونة النشر إلى أخلاقية المهنة لزميلنا وصديقنا وأخينا الأستاذ الباحث والطالب الباحث في الأستاذ الباحث عفوا سعيد أهمان الذي يعتبر صحفيا وكذلك باحثا في الإعلام في جامعة ابن زهر في سلك الدكتوراه، والذي أخرج كتابه وثمرة مجهود مهم. ونعتبر هذا الكتاب هو بعد تقديمه من طرف السيد نقيب بيت المحامون بأكادير وبعد مقدمة ودراسة مهمة للتطور التكنولوجي لقوانين الإعلام بالمغرب يقوم بجمع مجموعة من القوانين التي كانت شتات مجموعة من القوانين الخاصة والتي تهم المسألة الإعلامية بالمغرب، ولكن كان أهم ذلك أن يردف دراسته بمسألة التحكيم التي يقوم بها المجلس الوطني للصحافة. هذه المسألة التي نعتبرها مهمة لحل النزاعات سواء بين الصحفيين والأغيار أو ما بين المقاولات الصحفية والصحفي، كذلك أردف بمسألة تتعلق بأخلاقية المهنة، وكما نقول دائما فلا مهنة دون أخلاق، وأن أخلاقية المهنة يجب مراعاتها قبل القانون الذي القانون طبعا وقوانين الصحافة طبعا التي نرى أنها وحدها الممارسة والميدانية ووحدها الممارسة أمام القضاء وكذلك التطبيق السليم لها هو الذي سيظهر النقص الذي يشوبها وهو الذي يدفع كذلك بتعديلها كلما تطورت أمور. ونعلم أنه هذه القوانين جاءت في خضم دستور 2011 الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات بامتياز، والذي كذلك سمى بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدق على المغرب ونشرها بجريدته الرسمية، ومنها القانون منها الميثاق حقوق الإنسان أو قانون حقوق الإنسان الذي يعتبر في معناه الشمولي بمثابة أو اتفاقية حقوق الإنسان التي تعتبر بمثابة إطار هام للحقوق والحريات، ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي لا تخضع في المغرب لأي رقابة قبلية. وشكرا. مدونة الصحافة والنشر إلى أخلاقية المهنة، كذلك شرف أن أكون مع صديقي وزميلي. قبل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كان زميلا لي في كلية الحقوق سنوات التسعينيات، وهو يجمع ما بين الدراسات الحقوقية والأدبية والصحافة، الذي يضم مراسيم تنظم هذا العمل كما قلنا بخصوص الإشهار وغيره، أنه جمعها لتكون بين يدي هذا الباحث. أعتبر أن هذا الكتاب ثمرة جهد مهم يميزنا ويميز هذه الجهة المباركة بأن فيها باحثين وفيها مترافعين عن جميع قضاياها بما في ذلك قضية حرية الرأي والتعبير. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.